السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه stockimage.ai. الموقع ده ممتاز جدا لأن أنت تقدر تعمل خلفيات للكتب، تقدر تعمل خلفيات لكمبيوتر، بوستر، لوجو، ستوك ايمج، كل الحاجات دي تقدر تعملها مجاني. تقدر إن أنت تكريت لكل الصور اللي أنت بتحلم بيها، زائد إن هو في محرك بحث لو دورت على أي صورة ولقيتها فبتبقى بدون حقوق ملكية، تقدر إن أنت تستخدمها بدون مشكلة خالص. يعني انت ممكن تدخل على جوجل وتبدا ان انت تعمل سيرش، لكن هتواجهك مشكله ان ممكن تكون الصوره تبع حد ويبقى في مشكله. لا، هنا مفيش اي حقوق الملكيه. شايف صور روعه ازاي؟ طيب هل انا استخدمته قبل كده؟ استخدمته كتير وعملت بيه شويه صور كويسه بالشكل دوت. طيب هنستخدمه ازاي؟ هتقول له مثلا انا عايز خلفية اهوت، وتكتب بقى اللي انت عايزه، وليكن مثلا انا عايز، وتقدر بقى تشوف الكواليتي اللي انت عايزها، وتقدر تشوف السيد اللي انت عايزها. خلينا نقول له جنريت. وبعد ما بيعمل صورة تقدر ان انت تعمل لها ايديت، تقدر ان انت تعمل لها اب سكيل، تقدر ان انت تكبرها زي ما انت عايز. فعمل لك صورة بالشكل دوت، يعني عمل مدينة وقال ان كل البيوت اللي فيها تبقى شكل الاهرامات. تمام، ممكن تيجي هنا وتختار الموديل اللي انت تشتغل بيه. زي ما انت شايف فيه حاجات كتيرة جدا، يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز على شكل مثلا ديزني، فيبدأ يعمل لك الصورة. طيب هل انت عايز الصورة سكوير، ولا عايزها بالطول، ولا عايزها بالعرض؟ زي ما انت عايز. طلع لنا الصورة بالشكل دوت، تقدر تعمل لها ايديت. تمام، وتروح للايديت بيج ويديك بعض التولز اللي انت تعدل فيها في الصورة، تحط ووتر مارك، تحط فلتر، تعمل اي تعديلات انت عايزها. صفات كتيرة وتقدر ان انت تعمل تعديلات سريعا جدا.